تتواصل الانطلاقات، يتواصل التحدي، تتواصل المنافسة، يتواصل ظهور المميزين وأيضا الموهوبين والمنطلقين في هذا الشوط الجميل. يا سلام، نستمتع اليوم في ميدان المرموم مهما كانت الظروف. ميدان دستور دائما، وهذا الميدان بالذات تحت ميادين السباقات ايضا يعلن انه متواجد دائما حاضرا بكل إثارة هذه اللحظات. نعود للابكار وشوطنا الخامس على التوالي، مواصلة ايضا هذه اللحظة وهذا الابداع، هذه اللحظات التي تثير ايضا بداية موفقة وانطلاق سليم مع اندفاع هذا الشوط. نتابع البداية، اشوف المقدم المنطلق اولا هنا من خلال ما اتابع ايضا وجود مشهورة سيف بن سهيل بن جلثم الخيلي يطلق مشهورة الى المركز الاول في هذه اللحظة وفي هذا المسار. هي منفردة مشهورة، نشوف بدأت ايضا مبكرة تأتي، واتوقع ان في هناك اصرار من هذا الانتصار. المركز الثاني هنا مع المركز الثاني في هذه الانطلاقة وجود جميلة عوض بن راشد بن حمي المنصوري اللي على المركز الثاني، والمركز الثالث شوفوا الاعداد اللي زادت، شايني سالم بن راشد محمد الشامسي على المركز الثالث، والمركز الرابع ما شاء الله بدات ايضا اسماء تتدخل في هذه اللحظات. يا سلام الاسامي اللي بدات مشاكل ولا اقول شايني محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الخامس يا سلام يسعد بن مطر ميثي شعاره واضح وايضا متميز، وهني على المركز السادس يا سلام في انطلاقة غزل ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري. غزل يا سلام يعودنا إلى الامتاع، وأيضا هناك أيضا في دخول من شعار بن مانع القادم أيضا بمانع مع لحظات البداية، هو عباير لسالم بن مانع الغوي السويدي، هذا الاسم يودينا زمان كان نعرف عباير يا ابو مانع، واتمنى انها تكون هذه بنت عباير ان شاء الله من خلال اسمها الذي يحمل ايضا هذه التحديات. يا سلام اعود الى المقدمه كما يشاهد في هذه الانطلاقه، شوف هذا سعيد بن مطر الرميثي اسم ما شاء الله يعرف ايضا دائما المنافسه والاثاره، سعيد بن مطر الرميثي على المقدمه والبدايه والانطلاق الاول في لحظات التحدي. يا سلامي يا سلامي، هنا المقدمة والبداية التي تحمل هذه اللحظات، عزيزة في المركز الأول سعيد بن مطر رميثي من خلال هذا الانطلاق، هناك شاهيني سالم بن راجد بن حمد بن غدير. يا سلام يا سلام مع 55 عباير هناك في الانطلاقة في هذه اللحظات، تأتي أيضا في بداية وانطلاق متميز يحمل إذن سالم بن مانع الغويس السويدي قادمة أيضا ما شاء الله مثل ما ذكرنا من خلال الانتاج من خلال المشاركات الأولى، ولكن ظهور ما شاء الله يتميز به الانتاج. أشوف أيضا دخول في هذه اللحظة في بداية وانطلاق أيضا يتميز بوجود ما شاء الله هناك اسم آخر، هي فضة محمد بن سعيد بن محمد لوهيبي، يا بنا الفضة هو ذهب وفضة. وأشوف البداية، أشوف المركز الأول، أشوف الصدارة، منافسة رباعية بين عباير وبين يا سلام ممثل سمع عزيز، وايضا الشاهينيه عندك يا بن غدير، حرب على المركز الاول، حرب ما شاء الله، ولكن عبرت عباير، تقدمت عباير، سارت عباير الى المركز الاول في هذه اللحظه، 400 متر فاصله، واتوقع ان تبقى هنا عباير عابره ما شاء الله. ننتظر مشاركاتها القادمة بعد هذه المشاركة الأولى التي تبدأ في هذه اللحظة، لكن الشاهيني سالم بن مانع سالم بن راشد بن حمد بن غدير أيضا في لحظات البداية ما شاء الله. الهنتين فضة هناك على الجانب الآخر من محمد بن سعيد محمد الهويبي، ولكن قلت لكم ممثل مرغم ما شاء الله سالم بن راشد بن حمد بن غدير، سلامي عليك سلامي على مرغم مرغم، روح الله وياك، روح من خلال هذه اللحظة. يا سلام سلام مرغم سلام مع البداية شاهينية سالم بن محمد بن غدير. المركز الثاني هي انطلاقة فضة محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث عباير سالم بن مانع الغويص السويدي. هنا أيضا في هذه الانطلاقة يشهد هذا الميدان، أشوف اذا هنا المقدمه عوده للانطلاق النهائي، شوف الصداره اذا ماذا حملت في البدايه، شوف ما شاء الله هذه 4 دقائق 38 ثانيه جزء واحد من الثاني، سالم بن راشد بن حمد بن غدير طار ايضا هنا
بسلام البداية في هذا الشوط إلى مرغم كالعادة بعد أن قدمت إمتاع متعة شوطها أيضا بقوة في الشوط الثالث. يا سلام، أشوف المركز الثاني من خلال هذه اللحظات، الإنتاج هناك، هنا منجم إنتاج متميز في الانطلاق. المركز الثاني كان من نصيب فضة اللي وصلت، أيضا هناك ضيفة قادمة للمنافسة من خلال محمد بن سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي، اللي هي نعم أيضا متواصلة مع لحظات التحدي. وهذه 4 دقائق 39 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث قلنا عباير بعد مشاركتها الأولى وظهورها ناجح يا أبو مانع، ما شاء الله وتبارك الله، 4 دقائق 40 ثانية، 3 من الأجزاء من الثواني. هذه مراكزنا الأولى وأشواطنا متوالية كما ذكرنا، 20 شوط نغني فيهن بإمتاع وباندفاع وبتحدي وإثارة من خلال مواصلة عطائي البدايات.